سيدة مصرية تتشابه في ملامحها وبساطتها مع كثيرات من سيدات مصر، وبخاصة في تلك المناطق الشعبية التي تزدحم بها العاصمة. إنها منى ربيع التي كسرت حاجز السنوات القاسية والواقع الأليم لتعبر عن مشكلاتها. طول الوقت بتخانق مع جوزي وعيالي، حتى جيراني مش عارفة أتعامل معهم إزاي. عندي مشاكل كتير بس مش عارفة أبدأ في حلها منين ولا منين. لكن القدر أتاح لمنى أن تكون ضمن السيدات اللواتي انضممن إلى برنامج المرأة العربية تتكلم، والذي تقدمه جمعية نهوض وتنمية المرأة بهدف تمكين النساء في المناطق المهمشة وزيادة ثقتهن في أنفسهن ودفعهن إلى التعبير عن أحوالهن وكيفية حل مشاكلهن، وبالتالي تغيير الصورة الذهنية التي لديهن عن دورهن المجتمعي. احنا جمعية نهوض وتنمية المرأة جايين لكم النهاردة عشان مهم جدا ان احنا نسمع منكم انتم مشاكلكم، مش نقرا عنها في الجرايد او نسمع عنها في التلفزيون. الأستاذة دعاء جات لنا وكلمتنا عن جمعية نهوض وتنمية المرأة، وقالت لنا ان في برنامج اسمه المرأة العربية تتكلم. البرنامج الغرض منه توعية الست والنهوض بيها ومعلومات كتير هتفيدنا في حياتنا الأسرية. في موضوعات ليها أولويات عايزين نتكلم فيها، يعني ايه ثقة في النفس وتيجي ازاي؟ ازاي نعرف ناخد قرار؟ يعني ايه اتخاذ قرار؟ ازاي اعمل مشاركة في الحياة العامة؟ فهنشوف ازاي هنعمل مشاركة أسرية مع بيتي ومع أولادي ومع جوزي، وبعد كده نطلع نكون مؤهلين او نكون مستعدين ان احنا نطلع نعمل المشاركة الكبيرة بقى في بيتنا الكبير اللي هو في المجتمع بتاعنا. مهمة غير تقليدية، فمنى ومعها أخريات من المستفيدات ببرنامج المرأة العربية تتكلم يبدأن في حوار موصول مع العاملين الميدانيين في الجمعية، بدءا من رحلة الكشف عن الصوت الساكن فيهن. بدأت بقى هي توعينا ازاي مثلا واحدة تتكلم مع جوزها، ازاي تتناقش معاه، واعرف معلومات تفيدني في تربية عيالي والمعاملة مع جوزي. ساعات لما كان بيبقى في مشكلة بيني وبين جوزي ما كنتش بعرف حتى اتكلم معاه. كان الواحد بيعمل الحاجات اللي بتقول عليه كانت بتفرق صراحة. برضو انا عندي بنتي يعني داخلة تالتة اعدادي، فالاستاذة دعاء كان بيتكلمنا عن يعني سن المراهقة، اتكلمنا عن سن المراهقة في الندوات، فكانت يعني بتكلمنا ازاي نتعامل مع البنت في السن دون، اتكلمنا عن موضوع الختان بتاع البنات. لكن البرنامج لم يقف عند حدود المشكلات التي تواجهها منى فحسب، فقد فتح لها ولغيرها منفذاً يصافحن به العالم الرحب بمناحيه المختلفة. في حاجات برضو عرفتها عن السياسة، عن مجلس الشعب، ازاي ان احنا ننتخب الشخص اللي هو هيفيدنا. كلمتنا برضو عن الزواج، ايه هي انواع الزواج، وايه هي حقوق الست. من ضمن الحاجات برضو اللي خدناها اللي هي ندوات الصحيه بالنسبه للمراه والاهتمام بصحتها، وان الست طبعا تعتبر عمود البيت فلازم الواحده تخلي بالها من صحتها. يوم يمر واخر ياتي، وتفتح امام منى منافذ الامل في حياه اكثر اشراقا واتساقا لم تفتح لها فحسب، وانما فتحت كذلك امام اخريات كنا هنا في تعداد المستفيدات من برنامج المراه العربيه تتكلم. بدأت أفهم نفسي وأفهم الناس اللي حواليا، وبدأت أرتب أفكاري وأعرف أحط حلول للمشاكل اللي حواليا. الدروس اللي أنا أخدتها في الجمعية فرقت معايا كتير. نفسي أنت كمان تجربيها، ولازم يكون عندك أمل.